بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في أولى الندوات المعمارية التي سوف نطلقها بمشيئة الله لأول مرة في مؤسسة بوتقة للعمارة والعمران، والتي ستتناول بمشيئة الله عنوان مشاكل وحلول قانون ارتدادات البناء في المخططات السكنية بدول الخليج الثلاث، وهي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت. ضيوف هذه الندوة بمشيئة الله سوف يمثل المملكة العربية السعودية المهندس عاصم حلمي. المهندس عاصم هو خريج جامعة الملك عبد العزيز في تخصص بكالوريوس في الهندسة المعمارية في عام 1998. عمل في عدد من الجهات الخاصة والحكومية، كان من أشهرها هيئة تطوير المدينة المنورة حيث عمل فيها لمدة 4 سنوات، وكذلك في هيئة الطيران المدني. ومن دولة البحرين يمثلها المهندس حيدر النعيمي. المهندس حيدر حاصل على البكالوريوس ويعمل حاليا في جامعة البحرين. ويمثل من دولة الكويت المهندس بشار السالم. المهندس بشار حاصل على البكالوريوس في العمارة ومؤسس مكتب كيان في دولة الكويت، وهو الرئيس التنفيذي لها. سوف يدير الحوار بمشيئة الله المهندس أيمن الشيخ، فنترك له المجال بإذن الله لإدارة حوار هذه الندوة، فليتفضل مشكورا. أشكر لك مهندس سهد هذه المقدمة الجميلة والرائعة والمختصرة حفاظا على الوقت. طريقتنا في إدارة الندوة اليوم سوف تكون باستعراض آراء الضيوف عن الندوة. في البداية أفضل أن أبدأ من ما انتهيت فيه من عند المهندس بشار، إذا كان جاهز. أنا أحتاج من المهندس بشار في مدة من 5 إلى 7 دقائق يوجز خبراته المعرفية في موضوع الارتداد في قانون البناء العمراني في دولة الكويت، وبعد ذلك المهندس حيدر، وآخراً مع المهندس عاصم. نحن نحتاج أول شيء نتعرف على نقاط القوة في كل قانون من القوانين في الثلاث دول، وبعد ذلك سنتحدث عن نقاط أو الفجوات اللي موجودة في القوانين البناء أو أنظمة البناء العمراني. تفضل المهندس بشار. دام فضلك، شاكر لكم التنظيم الرائع وشاكر لكم الدعوة، وشرفنا اليوم وجودنا وياكم ان شاء الله، وان شاء الله نفيدكم باللي نقدر عليه ان شاء الله. بالنسبه حق الارتدادات وانظمه البناء في دوله الكويت، لكون يمكن عملنا في كثير من المشاريع السكنيه، هي اعتقد هاجس كبير للمعماريين. قضيه الارتدادات مربوطه في قضيه المخطط العمراني الخاص بالمناطق كلها. في طبعا هم نوعين من الارتدادات: الارتداد الخارجي خارج القسيمه خارج ارض البناء، وهو يختلف من منطقه الى اخرى على حسب التنظيم ان كانت هي مناطق جديده او سابقه قديمه، وطبعا الارتداد لكل القسائم الداخليه اللي هي الاراضي السكنيه الداخليه. احنا اليوم نتكلم احنا عن السكني، فراح نركز على المناطق السكنيه. الارتداد الخارجي يمكن هذه نقطه رئيسيه، وانا يعني ما ابي اتكلم شنو قاعد يصير حاليا معنا هنا الكويت، محاوله منا لتعديل بعض الامور الخاصه في الارتداد الخارجي. كل مناطق الكويت الخارجيه القديمه، نتكلم اللي عارف مدينه الكويت، يمكن المدينه يحط فيها 3 أو 5 شوارع او دوائر، الدائره الاول الثاني الثالث، وهي تقسم المدينه الى مناطق من الاول الى الخامس، ومن ثم مناطق جديده السادس السابع الثامن وغيره. هي المناطق القديمه اللي تم تخطيطها في فتره الستينات
والارتدادات الخارجية كانت فعلا مميزة من حيث أنها كانت في مناطق لزراعة حديقة لوجود كراج سيارات، وتتراوح الارتدادات في هذه المناطق بين 5 متر هذه أصغر شيء إلى تقريبا بعضها 15 متر في مناطق مثل منطقة الخالدية والعدلية في دولة الكويت. الارتدادات هذه طبعا تخطيطها كان مثل ما قلت لكم بالستينات، ونسميها يعني حتى اليوم العقار في هذه المناطق أغلى من العقار في المناطق الجديدة. جاءت الخطوات الجديدة غيرت هذا النظام، ونظرا للكثافة السكانية صار عندنا ارتداد الخارجي من هالأرقام الجميلة اللي كان فيها ساحات وكان فيها مجال للزراعة وغيرها من الخدمات، إلى أن صارت الارتدادات 4 متر فقط، وهذه معاناة فعلية في كثير من المناطق السكنية الموجودة. صاحب طبعا هذه القصة زيادة نسبة البناء، وهذا طبعا احنا عشان نعرف المشكله اليوم احنا عندنا في دوله الكويت نبي نعرف شنو كانت نسبه البناء السابقه وين وصلنا فيها اليوم. في السابق كانت الاراضي طبعا تقسم الى نوعين من الاراضي، كانت تقريبا 1000 متر و750 متر، هذا الكلام كله بالستينات يمكن الى نهايه الثمانينات. بعدها تم تقسيم الاراضي الى انصاف هذه المساحات، فصارت عندنا 500، صار عندنا 750، إذا جزئين صارت 375 و 400 متر. الدارج اليوم في السوق الكويتي، في سوق العقار الكويتي 400 متر القسائم السكنية في معظم المناطق الجديدة، هذا الدارج واللي متوفر حاليا. مع وجود ارتداد خارجي اللي هو 4 متر، 5 إذا كانت في أغلب أو أفضل الأحوال، أنا أتكلم بالعامة ما أتكلم الخاصة، لأن في طبيعي بالتخطيط العمراني للمدن يكون في طبعا في اماكن مميزه ولها ارتدادات افضل واكبر وغيره، بس نتكلم بالدارج اليوم. صاحب فتره تقسيم الاراضي الى مساحات صغيره زياده نسبه البناء من 60% الى اليوم وصلنا تقريبا 240% تدريجيا، اضافوا فتره 100% صار نسبة البناء، يعني إذا أنا ببني من 400 متر أبني منها 60% فقط، لا اليوم أبني 240%، يعني فوق 1000 متر مربع على مساحة صغيرة معناته تكدس بناء على مساحة صغيرة، زائد ارتداداتك بينك وبين الجار السابقة في المناطق القديمة كانت 2 متر بينك، وهذه أقصى حد يعني، بس ما حد يوصل فيها ولا حد يبني لأن نسبة البناء كانت صغيرة، بينك وبين الجار 2 متر وعلى الشارع الرئيسي 3 متر، لكن كانت أيامها مع نسبة البناء القليلة كانت في 10 متر من داخل القسائم الداخلية. اليوم مع زيادة نسبة البناء قلت الارتدادات اللي موجودة، فصار عندنا بدال 2 متر 1.5 متر على كل أطراف القسيمة ما عدا الشارع الرئيسي، وإن كان في استثناءات قام يأخذون 1.5 متر حتى على الشارع الرئيسي أو الشوارع الرئيسية، وفي استثناءات أخرى توصل مرات إذا في قبول من الجار إلى متر، فصار بينك وبين مبنى الجار الأصلي في الأدوار العليا للقسائم 2 متر، وهي طبعا مشكلة كبيرة إحنا نشوفها كمعماريين ونشوفها حتى كمستخدمين أو ساكنين في هذه المخططات أو المباني، صارت المناطق فعلا مكتظة. اللي أنا أشوفه مدينة الكويت اليوم يختلف عن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمكن كلها، عدم وجود تخصيص لمواقف السيارات داخل القسيمة، عدم فرض هذا الموضوع، وأنا أشوفه اليوم مع أن هذا كلام يناقض أو الناس راح تزعل منه، أنه لازم يفرض أن السكن الخاص وسكن المناطق السكنية أن المواقف السيارات تكون داخل القسيمة عشان نتلافى موضوع أنك عندك 4 متر صارت كلها اليوم عبارة عن كراجات وسيارات ومناظر مشوهة للمناطق السكنية، بعكس المناطق السابقة اللي تكلمنا عنها اللي كان فيها 10 متر كان فيها 5 متر كان فيها حدائق وكان فيها ارتداد جميل وكان فيه إبداع للمعماري وقتها. فهذه فعلياً معاناتنا اليوم بالكويت من ناحية هذا النظام التنظيمي، واعتقادي أن بالمستقبل لازم يكون في تغيير معين يتناسب مع مواكبة العصر اليوم من ناحية ضرورة إيجاد مساحات خضراء
تتمركز في هذه الارتدادات. هذا باختصار يمكن تاريخ مع تفصيله لما عندنا من أنظمة بناء في دولة الكويت. شكرا لك مهندس بشار، مقدمة موجزة وجميلة، وسنعود لك أكيد في استفسارات كثيرة عن أنظمة البناء في دولة الكويت. مهندس حيدر النعيمي، مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. في البداية أحب أشكركم على هذه الدعوة، وحاب بس أعدل على المقدمة شوي. أنا متخرج من جامعة البحرين في سنة 2003، وحاليا أعمل في مؤسسة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية. طبعا بالنسبة حق قانون البناء في البحرين واللي هو يشمل الارتدادات، طبعا تم إصداره في سنة 1977، ويحتوي الكثير من المواد المفصلة كنسبة بناء، كارتفاع، كارتدادات. طبعا يشمل الكثير من أنواع المباني، من سكن خاص ألف وباء، وسكن متصل، وسكن حدائقي إلى آخره. القانون طبعا يتم مراجعته حسب الحالة اللي محتاجينها في المناطق اللي في البحرين، وهذه المراجعة المتواصلة خلت من هذا القانون يكون قانون مفصل ويلبي حاجات معظم المشاريع، أو خلينا نقول type of project. طبعا مثل ما احنا عارفين المناطق السكنية مساحة الأراضي قاعدة تقل فيها، ومساحة العقار الواحد يكون قليل جدا. مع ذلك القانون قادر بتفصيلاته أنه هو يلبي حاجة هذه الأراضي. يعني على سبيل المثال السكن خاص ألف ما زلنا نرى أنه هو يقدر يبني 180% من مساحة أرضه، وهذا تعتبر مساحة ممتازة جدا. طبعا بكل مسطح بناء يكون 60% على كل دور. طبعا هناك أيضا تفصيل إلى المساحات الإضافية، من خدمات إلى مواقف سيارات. القانون البحريني يلزم توفير مواقف للسيارات داخل قطعة الأرض مو خارجها، على أساس أنه يتأكد أن كل مشروع لازم يوفي العدد المطلوب إلى مواقف السيارات، نظرا لزيارة عدد هذه السيارات أو عدد اللي هو المركبات اللي يستخدمونها. الكثير من الأشياء اللي تخص الارتدادات في هذا القانون واللي هو يتم مراجعتها بين فترة وفترة، وهذا الشيء خلى القانون اللي تم يعني استحداثه في 1977 حوالي 6 سنوات بعد الاستقلال يكون مناسب تقريبا إلى كل الاحتياجات من الفترة القديمة للبناء والفترة الحديثة اللي حاليا وما زال في حالة مراجعات. طبعا هذا القانون مفصل بشكل يعني ممتاز جدا، ويتيح إلى المعماريين أو المهندسين يعني أنهم يبدعون في عملية تصميمهم إلى هذه الفيلا السكنية، خصوصا أن الارتدادات اليوم قاعد تستخدم بشكل جدا ممتاز كمساحات خضراء، كبريثينج أريا، وتجمع مع بعض وتكون خلينا نقول بؤرة، أو خلينا نقول green void بين هذه المباني. فالارتدادات احنا في يعني قانوننا في البحرين جدا مدروسه، جدا ممتازه، وتعطي يعني خلينا نقول فكره حديثه عن طريقه بناء المشاريع المرتفعه مش فقط السكنيه. ونطمح ان يتم بعد تعديله واعطاء تفصيلات اكثر من الارتدادات، هي مش فقط الارتدادات الارضيه، احنا نحتاج ارتدادات علويه عشان يكون عندنا better sky exposure في بعض المناطق مثل الدبلوماسية ومنطقة السيف. شكرا. شكرا لك مهندس حيدر. مهندس عاصم، حياك الله أخوي أيمن، معك يا حبيبي. يا هلا فيك، تفضل مهندس عاصم. معليش أنا في البداية كان عندي مشكلة في النت، فكان بيقطع وبيخرج وبيدخل، لكن الحمد لله حليتها الآن. ما أدري، أنا كنت يعني مسوي تقريبا مقدمة، أنا ماني عارف، أنا كأني فهمت من الأخوان اللي تكلموا قبلي، المهندس بشار والمهندس حيدر، إنهم ما يمكن ميالين لموضوع الارتداد، يمكن أنا بخالفهم شوية، أنا ميال أكثر للبناء على الصامت. البناء على الصامت يعني استمر في كل المجتمعات القديمة مئات السنوات.
هجية هذه مهندس أيمن القانون الجديد اللي سوته وزارة الإسكان الآن. لكن أنا حابب أني أنا قبل ما أدخل في موضوع الارتدادات أوضح بعض المزايا البناء على الصامت اللي كان موجود عندنا يعني في مدننا العربية القديمة وحتى في المدن الأوروبية وفي شرق آسيا وفي كذا. طبعاً يعني ما يحتاج أني أنا أقول لكم أنه هو مثلاً بيعالج كثير من القضايا البيئية، من تخفيف مثلاً حدة وصول الشمس للمباني، من معالجة مثلاً الرياح، من مكافحة العوامل المطابقة للعوامل الاجتماعية. فكان له مزايا محددة، ويمكن موضوع الارتدادات هذا يعني تاريخياً فكروا فيه المخططين بعد حريق شيكاغو اللي صار في القرن 19 أعتقد، وبدأت تتآكل البيوت والمنازل والمشرد أكثر من 100,000 شخص. فأقر قانون الارتدادات. قد يعني قد أقول إنه إحنا في المملكة العربية السعودية نظم الكلام هذا من فترة طويلة، لكن أنا ما شفت نماذج ناجحة لاستخدام الارتدادات بالذات الجانبية. الارتدادات الأمامية غالباً في العماير السكنية بتستخدم كمواقف سيارات، في الفلل السكنية بتتقفل في سور، وأصحاب البيت بيستخدموها من الداخل كحديقة أو كمنطقة خاصة بهم. لكن نسبة كبيرة من الارتدادات الجانبية غير مستغلة تماماً، وبيروح قيمتها على الفاضي. يعني احنا يمكن شفنا نماذج لمعالجة الارتدادات بشكل جميل، بانه يكون فيها لاندسكيبينج صغير، يكون فيها مثلا زرع، يكون فيها فائدة لاصحاب المنازل، لكن تعاني من عدم الخصوصية. انت الارتداد بيطالع عليك جارك، فغالبا 90% مهمش. انا حابب قبل ما ادخل في موضوع انظمة وزارة الاسكان الجديدة بدي اعرض نموذجين كانت معالجة لموضوع الارتدادات والبناء الصامت. نموذج يمكن من أيام ما كنت طالب في كامباوند سكني اللي هو مجمع البيوتات، لأنه كامباوند خاص وكان فيه ما يقرب من 80 فيلا صممت في وقت واحد ونفذت في وقت واحد وصممت بحيث إنه يكون فيه بناء صامت ويكون فيه الكتلة حقت المبنى متخلخلة بحيث إنه هو قدر يوفر حدائق وقدر يوفر مسابح لكل وحدة سكنية. النموذج الآخر على عجالة عشان ما أطول عليكم، إحنا هنا يعني أنا الحمد لله عشان أفخر إن أنا من المملكة العربية السعودية، من المدينة المنورة. المدينة المنورة للأمانة كانت سباقة في موضوع البناء على الصامت وأقرته من فترة طويلة. يعني أنا اشتغلت مباني في المدينة المنورة من أكثر من 15 سنة. كثير من المخططات بتسمح ببناء الصامت مع ضرورة وجود خلخلة للمبنى تدخل الهواء والشمس اللي هي الفراغات الداخلية. فكان نموذج ناجح للأمانة، واستغل الفناء يعني بدل ما أنا أترك مترين مهملة في الخلف استغلها في الأمام، أو إن أدخلها ضمن حدود المباني حقتي اجتماعياً واقتصادياً وأشياء كثيرة فيها أدفانتج الموضوع هذا. في بعض العيوب طبعا لان هي ما كانت منظمه العمليه، فبدات بعض المباني ما تكون متناسقه مع بعض. لكن الان عندنا في المملكه وزاره الاسكان اقرت موضوع للامانه انا حاسس انه يعني حل وسط. لما هي تقول لك انا اعطيك الى 70% في الدور الارضي بتلاصق من جهتين، لكن انك انت ترتد من الدور الاول ترجع مترين عشان توفر الاضاءه والتهويه. يعني أشعر إنه والله أعلم، ما أعرف، إحنا لسه الآن في طور تجربة النظام هذا. ما أعتقد إنه في مخططات طلعت إنه ممكن يشكل مشكلة أمنية. لما أنا أقدر كشخص أطلع أو أتسلق إلى الدور سقف الدور الأرضي وأكون بموازاة غرف النوم اللي غالبا تكون في الدور العلوي، هذه أنا أعتقد إنه هي فيها مشكلة أمنية. طيب إذا إحنا عالجنا موضوع الفلل، طيب العماير السكنية، هل النظام هذا طبعاً ما حنقدر نطبقه إنه هو حيكون معمم على العماير السكنية؟ وتزداد المشكلة أكبر كمان في المحاور الرئيسية لما أتكلم أنا عن
ارتفاعات 4 و5 أدوار و10 أدوار و12 دور، وأنا بألتزم برضو بالمترين اللي بالجانب هذه، يعني كنسبة وتناسب. أنا أرى أن أنظمة البناء يجب أنها تعاد، يعني موضوع الارتداد هذا حجر ضامنة من منظومة متكاملة. إذا سقط لازم تسقط كل الـ يعني الـ الأنظمة اللي وضعت في وقت ما لحاجة ما الآن غير مناسبة. لا مساحات الأراضي تساعد، إحنا كنا نتكلم زمان أراضي 900 متر و1000 متر و800 متر، الآن وصلت الأراضي إلى 300 متر وإلى 400 متر. وحتى اجتماعياً يعني إحنا جربنا موضوع الارتدادات وجدنا فيه مشاكل، اقتصادياً كذلك، يعني نحتاج إلى نظرة أشمل من النظام اللي أقره الآن وزارة الإسكان. مشكورين، يعني هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن أتمنى النظر للموضوع بعمق أكبر إن شاء الله. مهندس عاصم، لو تفضلت، هناك سؤال لشرح كلمة البناء على الصامت، فيلت تشرحها. البناء على الصامت إنك أنت ترجع للفطرة يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يعني زمان كانوا ما يسيبوا ارتدادات. أنا قد أتفق معاكم في موضوع الارتداد الأمامي، قد حق وإنك أنت مع وجود وسائل المواصلات أنت توفر مواقف أمامية، لكن الجوانب الثلاثة الأخرى في حلول معمارية كثير إنك أنت تستغلها وما ترتد المترين هذه وتخلخل الفراغات. يعني زمان كانوا يبنوا على الصامت، لكن كل منطقة كانت تحل مشكلة الهواء بطريقتها. نجد مثلا في المنطقة الوسطى الأفنية، نجد في المنطقة الغربية الرواشين، نجد في أخواننا الأخ حيدر والأخ بشار من الكويت كانوا يستخدموا في الخليج العربي الماء ملقف الهواء. يعني كل بيئة كانت تعطي حلول. إحنا عندنا هنا للأسف بنطبق جميع الأنظمة البناء في جميع المناطق الباردة والحارة والجبلية والرطبة والجافة. يعني منطقيا ما يتماشى الموضوع هذا مع أي فكر أنت تقول إنه والله أنا بدي أسوي بيئة عمرانية. البيئة العمرانية تختلف من منطقة إلى منطقة، فكانت كل منطقة لها حلول. كانوا في نجد يستخدموا الفناء، في الشام يستخدموا الفناء، في الحجاز يستخدموا المباني العالية والرواشين، وكنا إحنا في المدينة نسمي المؤخر. في الخليج العربي عندهم ملاقف الهواء، لكن كله كان يبنى على الصامت، ما كان في موضوع الارتداد هذا. طيب، شكرا لكم مهندس عاصم. سأعود لك بالتأكيد. مهندس بشار، خلينا نفصل شوي في موضوع الارتداد في بيئة العمرانية لدولة الكويت ومدينة الكويت تحديدا. لما نقصد الارتدادات، احنا نقصد الارتداد الأمامي، الارتداد الجانبي، والارتداد الخلفي. عملية استغلال المجتمع الكويتي لهذه الارتدادات حاليا في وضعها الحالي، إيش هي الاستخدامات أو الاستغلالات الموجودة من المجتمع الكويتي لهذه الارتدادات حتى وإن كانت المساحات صغيرة؟ هي طبعا أكثرها مسلمك في الدور الأرضي، كثير منها مو كثير بس كمية كبيرة، أن في مبنى عادة يكون مسكر الارتداد. يعني ما نشوف اللي انت تفضلت وحطه في الصوره ان في مثلا مجرى او مساحه للسير حول القسيمه، لا، يكون مثلا مبنى يصير هو عاده مجلس او ديوانيه تكون على حدود القسيمه نفسها وعلى الصامت مثل ما تفضلت على الجهه الجار. هذا اكثر استخدام نشوفه اليوم في هذه الارتدادات. سيارات ما اتوقع، لان مثل ما قلت لك صارت العمليه اليوم اقل من مترين، متر ونص، ما في سياره تدخل في الاماكن هذه كلها. ما اشوف انا شيء اليوم قاعد يستخدمونه في هذا الارتداد غير انه يكون مجلس ديوانيه او يكون مرات يستخدم كممر لعبور لوجود، مثل ما قلت لك انا زادوا نسبه البناء، فصارت الوحدات اللي اليوم انا اشوف الحين المبنى هذا فيه 4 أدوار، صارت الادوار العليا عباره عن شقق مؤجره. ف يستغل هذا الارتداد المتر ونص، يكون مسار لدخول مؤجرين إلى أدراج أو إلى
مصاعد توديهم إلى هذه الوحدات المؤجرة. فما في استخدام جمالي، ما في استخدام غير أنه يكون بالطريقة اللي قاعد تشوفها هنا. طيب مهندس بشار، الآن الإشكالية أنه المساحة الارتداد نفسها تاريخياً تضاءلت مع الزمن من مساحات كبرى إلى مساحات صغيرة. توقعك المستقبلي، خلي نقول 10 سنوات القادمة، هل فيه يعني هل في أنظمة بناء حديثة ممكن تكون مقترحة؟ هل في أفكار مقترحة للاستغلال؟ ما حصل حصل اليوم في بعض المباني القائمة، ولكن المناطق الجديدة هل حنكرر نفس التجربة؟ هل تجد من خلال ممارستك إنه والله القطاعات الحكومية في دولة الكويت لا عندها الرغبة للتعديل في نظام البناء؟ نعم، اعتقادي اليوم في توجه، ولو إن كان راح يكون مرفوض يمكن من المجلس، عندنا مجلس البلد ومجلس الأمة ولهم آرائهم، راح يكون أعتقد أن فرض وجود مواقف سيارات داخل الأرض نفسها، على الأقل توفير سيارة أو سيارتين، وهذه معناتها من ضمن الارتداد، فمعناتها تأخذ من نسبة البناء. اعتقادي اليوم إذا ما ننظم حق المناطق الجديدة بالطريقة هذه، راح تظل المناطق تعاني من العشوائية ومن تكدس السيارات في الطرق. يعني إحنا نشوف أنت بالصورة اللي موجودة هنا، الارتداد اللي بين القسيم بين الشارع يمكن ما يكاد يكون لنا مترين، فمو معقول أن بنستمر أن نكون مدن مكتظة بس بالسيارات، ما عندنا ارتداد يحتوي المشاة. ما نبي نشوف بس منطقة الخليجية، إذا نشوف مناطق الخارجية في أوروبا وأمريكا، في ممشى يربط بين الجار والجار والجار، هذه المناطق الخارجية. إذا إحنا لا بنطمح أن نسوي شيء من هالنوع، لازم أعتقد أن نضحي من مساحاتنا الداخلية ويحتوي ارتدادنا على سيارة أو سيارتين من أهل البيت. فاعتقادي أنه راح يطبق شيء من هذا القانون لتنظيم المناطق الجديدة. طيب مهندس بشار، سؤال الثالث واسمح لي، أنا مستمتع حقيقة بتجربة دولة الكويت. خليني أقول دورك كمعماري كويتي، أنك أنت بتلبي احتياجات المواطن الكويتي في تصميم مبنى يلبي احتياجاته، وكذلك يعالج مشكلة موجودة في داخل الحي. هل من ضمن تجاربك كمعماري ممارس أنت توجهت إلى إنه المبنى اللي تصممه يكون فعلاً فيه اتصال وفيه استغلال لهذا الارتداد؟ أحياناً إحنا نحمل كمتخصصين، إحنا نحمل المشرعين هم المشكلة ونقول هم مشكلتهم ما أعطونا نظام جديد، ولكن ما كان في مبادرة أساساً من المعماريين أو من المتخصصين في العمران. فيا ليت تعطيني تجربتك أنت مهندس بشار فضلاً. واحدة من التجارب يمكن إحنا يمكن قمنا فيها، طبعاً ما في نظام لطريقة الارتداد. إحنا طبيعي عند الجار، إذا كان هذا الشارع مثال هذا المنظر قدامنا، يلزمك في الدور الأرضي أو مو يلزمك، عندك المتاح إنك تلتصق 50%. فإذا كانت الواجهة 20 متر، فأنت لك الحق إنك تلصق 10 متر التصاق مباشر على الجدار الخارجي للمبنى. طبيعي في الأدوار العليا هذه فيها ارتدادات تمتد إلى المترين أو المتر ونص أو الأمتار اللي قاعد تكلم عنها. هذه سببت مشاكل، ما قلت لك أنا، اختناق في شكل البيت ولا طريقة البيوت اللي قاعد تصير. صار عندنا بعض الناس ما شاء الله عليهم، يعني يقول أنا استفادتي أنا مو بس من البيت، مو بس الأرض نفسها، حتى ارتدادي الخارجي في البيت اللي هو 4 متر اللي مجبر عليه اليوم بال4 متر. وإحنا عارفين كلنا السيارة، ما في سيارة 4 متر، سيارة ما شاء الله اليوم إذا عندك سيارة عودة كبيرة على 5 متر 6 متر. ففي بعض الملاك، وإحنا يعني شفنا منهم كثير من التعاون، يضحي في المترين يعطيها بالخارج بحيث إنه يسوي السيارة من الداخل والخارج، فيضيح السوق، ما في جدار، يصير منطقة مفتوحة. فمثل ما تقول يعني خدم نفسه وخدم المنطقة اللي هو فيها، ما حطت سيارات داخل ولا حطها داخل ولا حطها برا. هذه دارجة بالعكس قاعد تصير شيء، يعني على قولتهم يعني مرغمين فيه الناس،
التجربة الثانية اللي احنا خبناها وحاولنا ان نسويها وتكلمت بالشباب اللي تكلموا عنها موضوع الفناء الداخلي. الفناء الداخلي في قسائم صغيرة لا تتعدى 400 متر صعب جدا ما لم يكن عندك انت التصاق على الصامت على الجيران وعلى الشارع الرئيسي وعلى الخلفي. وهذه شغلة حاولنا فيها كذا مرة بالتصميم بس صادفتنا مشاكل ان عدم السماح بالالتصاق الكامل على الجار الا 50% ما عدا الجار الخلفي. اذا كان عندك انت ارض شارع وارض وجار 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 الجار الخلفي مسموح لك تلتصق بالكامل. فال50 هذه ما سمحت ان نقدر نسوي حوش داخلي او فناء. مع كل هذا يمكن ما بقولها بالطريقه الغير مباشره تجاوزنا بعض الانظمه وسوينا نتكلم عن موضوع البيت اللي فيه حوش داخلي فناء داخلي بس بنيناه على الدور الأرضي والدور السردان البيسمنت القبو اللي تحت. قدرنا أن ننزل بعض العناصر بالتالي إلى الأدوار السفلى فصار عندنا مجال أن يصير عندنا فناء داخلي. هذه الطريقة سويناها في بيت واحد وصراحة نجحت والكل قاعد يقول شو قدرت تطور هالمساحات الخضراء الداخلية الفناء الكبير لأن لعبنا وكلفنا أو كلف المالك على نفسه أنه ينزل بدل ما يأخذ ارتداداته من الأراضي من الأدوار العليا خذاها من الأدوار اللي هي الأرضي والقبو تحت وصار عنده الحوش العربي اللي تكلمت عنه. وما شاء الله من أروع البيوت اللي قاعد أشوفها اليوم وناجحة بطريقة جميلة حديقة داخلية وأماكن أطفال وغيرها. فهذه واحدة من التجارب يمكن الحين يمكن تطبق كقانون للعودة إلى المساكن السابقة. شكرا لك مؤقتا مهندس بشار. سأعود لك مهندس حيدر. تحدثت وكان ضمن كلامك كلمة الارتدادات العلوية. اليوم احنا مجتمع بوتقة مجتمع عمراني ولكن كثير من الحضور عندنا هم طلبة او في بدايات حياتهم العمرانية. فأنا دائما أدقق أن المصطلح اللي يذكر يشرح نوعا ما لتبسيطه للحضور. مهندس حيدر، كلمة الارتدادات العلوية كيف ممكن تحكي تجربة دولة البحرين في الاستفادة من هذا الموضوع؟ نعم، بالنسبة للارتداد العلوي الله يسلمك، احنا في البحرين عندنا قانون تنظيم البناء مفصل جداً بحيث أنه هو يحاول يتعامل مع المبنى بطريقة أنه هو لا يضاف على الأرض ويعني خلينا نقول يؤذي الأرض. عندنا مثلا مواقف سيارات إلى المباني متعددة الطوابق مسموح نحن نبنيها على حد الأرض، بينما لما يرتفع البرج فوق هذه المواقف السيارات لازم يأخذ الارتداد القانوني. سبب هذا الارتداد يخلي المبنى بعيد عن المبنى المجاور لا، فبالتالي أنا عندي اللي هو ارتداد بين المبنيين، هذا واحد. عندي خلينا نقول يعني sky exposed، أقدر أشوف السماء أكثر وأنا موجود في الشارع. يحافظ على حرم الشوارع، يعني ما عندي سيارات توقف في الشارع، لازم المبنى كل مبنى في القانون سواء كان فيلا سواء كان مبنى تجاري أو مبنى إداري أو مبنى سكني لابد من توفير نسبة معينة من مواقف السيارات تحسب من ضمن القانون. فالارتدادات سواء كانت أرضية أو علوية مكتوبة بالقانون بشكل مفصل ولازم التقيد فيها وإلا ما تصدر أي رخصة بناء. بالنسبة لنا استخدام الارتداد هذا مو بشيء مختار أو خلينا نقول شيء جمالي. أولا الارتداد في قانون البحرين احنا عارفين سابقا، يمكن أرجع في التاريخ شوي حق المباني أو البيوت القديمة اللي احنا نتشرف أنها لحد الحين ما زالت موجودة في البحرين مثل الشيخ عيسى، بيت الشيخ عيسى بن علي. أجهز بالطعام. نعم، البيوت سابقا بوجود، نعم الله يسلمك زاد فضلك، بوجود الأحواش القديمة اللي كانت تعمل ك يعني بالفيزياء الطبيعية أن الشمس تحمي الهواء في هذه الأحواش وترفع الهواء الحار إلى أعلى، فبالتالي ملاقف الهواء تدخل الهواء البارد من الطبقات العليا إلى المساحات الداخلية. كذلك كانت البيوت هذه فيها اللي هو الجليب أو بئر الماء، وكانت هذه الأحواش تستخدم أيضا أحيانا
كمكان لوضع الحيوانات المنزلية أو غيره. كل هذا اختلف مع الزيادة السكانية، مع الانفتاح على العالم، وصار عندنا اليوم بنية تحتية. ما يمكن توصيل البنية التحتية إلى هذه المنازل أو المباني إلا بوجود ارتداد داخل هذه المباني. يعني ما أقدر أنا أسوي لي بيت بالطراز الحديث وأنا ما عندي بنية تحتية من كهرباء وماء وعسكم الله الصرف الصحي. فهذه الارتدادات مهمة جدا، لأن احنا قاعد نخلي فيها جميع البنية التحتية، وفي نفس الوقت قاعد نستخدمها استخدام آخر كغطاء أخضر، كحدائق، كمساحات بريثينج، ونقدر يعني نتعامل معها أيضا كحماية بين مبنى ومبنى في حالة نشوب حريق، نفس اللي صار في لندن سنة 1666. 13,000 مبنى عشوائي احترقوا بسبب التلاصق، وما زلنا نشوف في أوروبا هذا الشيء. حريق القاهرة سنة 1952 أكثر من 1,000 منزل تقريبا، 49 قتيل بسبب تلاصق المباني بينها وبين بعض. فإحنا ما نقدر نرجع إلى 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 المباني السابقة بسبب وجود هذه الشبكة من البنية التحتية. ما نقدر نرجع بسبب تغير، يعني حتى لما قلنا الفيزياء الطبيعية في تبريد المبنى تغير إلى مكيفات. يمكن في البحرين أنتوا عارفين أول مكيف بالخليج جابوه في البحرين سنة 1939، جابوه من أمريكا إلى البحرين. هذا المكيف غير منظومة التبريد، فبالتالي صار لازم أن احنا نتخلص من الأحواش القديمة ونخلي ارتدادات جانبية يتركب فيها المكيف على أساس أنه يبرد هذا المنزل أو هذا المنشأة أو السكن. هذه كلها أمور أثرت، حتى الثقافات تغيرت. احنا يعني الانفتاح على الثقافات الثانية، احنا نعرف أيام الانتداب البريطاني جونا الكثير من الناس من خارج يعني من خارج الخليج، فبالتالي يعني يمكن بديش شوية تاريخ في الموضوع. في البحرين لما جو البريطانيين كان صعب عليهم جدا أنهم يعيشون في المساكن الشعبية إحنا كنا نعيش فيها، فبالتالي صار اللي هو خلينا نقول التغير في منظور تصميم هذه الفلل. وما يخفى عليكم يعني من أول المعماريين اللي هو صلاح الدين أحمد بن حسن إبراهيم، هو أول من أنشأ هذه الفلل الحديثة اللي إحنا اليوم نشوفها بالارتدادات. طبعاً هو يصير جد يعني المدير التنفيذي لمؤسسة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية اليوم، اللي هو المهندس ثامر صلاح الدين معماري، جاب هذه طريقة البيوت، وطبعاً غير طريقة إنشاء هذه البيوت وخلى اللي هو تبنى من الطابوق بدل الحجر والفروش والجذوع النخل. فصارت هذه الارتدادات هي المنطقة اللي نضع فيها جميع الخدمات، سواء كانت تحت أرضية أو فوق الأرض، على أساس أن نوصل خلينا نقول الحياة إلى هذا المبنى. القانون البحريني لأن صارت عندنا هذه الطفرة، يمكن في ابتدت من 1919 وإحنا ماشيين إلى السبعينات، إلى 1971 اللي هو استقلال البحرين. فصار عندنا يعني بسبب وجود ثقافات أخرى في البحرين كان لازم أن نسوي هذا النوع من الارتدادات، واللي أنا أشوفها جدا مناسبة إلى الريكوارمنت اللي حاليا صاير. ما يمنع أني أسوي أحواش داخلية رغم أن الأراضي صارت وايد أصغر، وصار من الصعب أني أنا أخلي الأحواش الداخلية. بالنسبة حق مواقف السيارات في المباني، الريكوارمنت هذا ضروري جدا، وبدونه ما يتم يعني ترخيص إلى أي مبنى. فبالتالي أنا ما عندي مشكلة أن أنا أسوي موقف السيارتين لكل فيلا حسب القانون، وأرتد مثلا في السكن الخاص ألف. طبعا في البحرين السكن مقسم، عندنا سكن خاص ألف وسكن خاص باء وسكن متصل، وعندي سكن حدائقي كل واحد يلبي نسبة معينة. في السكن الحدائقي لازم 55% فقط من مساحة الأرض، بينما 45% يتم غطاء أخضر داخل هذه الأراضي. جميل مهندس حيدر. مهندس حيدر، في استفسار أو خلينا نقول في مداخلة على موضوع حرائق اللي حصلت في لندن. الحضور الكرام أحدهم يقول إنه المواد البناء المستخدمة في لندن كانت الأخشاب، وإحنا في الخليج العربي ما نستخدم الأخشاب إلا في استخدامات بسيطة كالأسقف وكذا في المباني القديمة. ففعليا هل في علاقة بين مثلا مواد البناء المستخدمة والحرائق اللي حصلت؟ يعني حتى لا نحمل الارتدادات وعدم وجودها التهم لها لوحدها، تفضل.
الله يسلمك. الجواب بيكون ذو شقين. الشق الأول بالنسبة حق الارتداد راح يوفر إلى رجال الإطفاء، باعتبار أن تطورت عملية محاربة الحريق، راح يوفر لرجال الإطفاء الممر الآمن لمحاربة الحريق من عمق المبنى، سواء من الجوانب أو من الخلف. بدون هذا الارتداد يصير من الصعب عليهم أن أهما يوصلون إلى منشأ الحريق داخل المبنى، لأن بيكون عندهم فقط الواجهة الأمامية اللي راح يكفون ويحاولون يحاربون الحريق من الواجهة الأمامية. بوجود هذه الممرات راح تسمح لهم أنهم يدخلون إلى عمق المبنى وتتم عملية مكافحة الحريق. أما الشق الثاني الله يسلمك، نعم إحنا نستخدم الطابوق أو نستخدم مواد صلبة في البناء، لكن إحنا عارفين أن كل مادة صلبة لها فاير ريتنج معين تتحمل الحريق لمجرد ساعات وبالتالي تنهار، ومن بعدها ينتقل الحريق إلى المبنى المجاور والمجاور وهكذا. فبالتالي حتى لو كنا احنا نعتبر ان المباني مالتنا نبنيها من مواد صلبة جدا، بعد راح ينتقل الحريق من مبنى الى مبنى اخر، فاحنا زدنا المجرمنت مالنا وسوينا هذا الارتداد اللي فعلا يساعد بعدم انتقال الحريق من مبنى الى مبنى. شكرا لك مهندس حيدر. شكرا. مهندس عاصم، تجربة المدينة المنورة في موضوع الارتدادات كانت سابقة لعهدها مثل ما تفضلت، فين أصبحت هذه التجربة؟ هل ما زالت قائمة أو هل ما زال نظام البناء المعمول فيه في المدينة المنورة يدعم موضوع الأفنية؟ والله يا أخوي أيمن، يعني إلى وقت قريب أنا أجاوبك بكل صراحة وبكل ثقة أقول لك نعم، يعني كثير من المخططات الآن قاعدة تدعم البناء على الصامت، طبعا باشتراطات معينة. يعني أنا عشان تعقيبا على كلام المهندس حيدر، الارتداد الأمامي لابد من وجوده، توفير مواقف سيارات لابد من وجوده، توفير مدخلين لأي حالات طارئة لابد من وجودها. لكن رغم الأنظمة هذه بتعطي أنت حرية للمالك، والمالك بيعطي حرية للمعماري إن هو يعطي له حلول، سواء بأفنية داخلية أو يعني بحلول أخرى، فهذه كانت موجودة. ما أخشى سمعته في اليومين الماضية أخوي أيمن، أنت عارف إنه نظام وزارة الإسكان مقر قريبا، يعني ما طبق إلى الآن بشكل كامل أو طبق في بعض مخططات وزارة الإسكان. أنا للأسف سمعت ولست متأكد من الكلام هذا، إنه أمانة المدينة أخذت خطوة إلى الخلف، تمام، بإنها هي هتلزم الملاك والمهندسين باتباع النظام هذا. يعني أنا كان عندي الحرية إن أنا ألتصق في أبني على الصامت من ثلاثة جهات، تمام، بطريقة معمارية تكون محلولة. الآن صارت جهتين فقط. كان عندي الحرية أني أنا أطلع بالبناء على الصامت في الدور الأرضي والأول والملحق العلوي. الآن صار علي لازم أرتد من الدور الأول المترين، وسبق زي أني نوهت أني أنا موضوع المترين هذه أرى فيه مشكلة أمنية. ما بدي طبعاً يعني أفصل في الموضوع هذا كثيراً، لكن ما أتوقع أنه أمانة المدينة حتتبع نفس أنظمة الوزارة اللي قررتها في مدن المملكة. طبعاً البناء الصامت ما كان موجود في جدة، أنا كنت متأكد منه لأنني اشتغلت في جدة فترة طويلة، ما كان موجود في الرياض، ما هو موجود في مناطق كثيرة. يعني كانت الصراحة أمانة المدينة سباقة. الآن النظام الجديد يعتبر استباك لأمانة المدينة في موضوع البناء على الصامت. طيب مهندس عاصم، خليني أنا أسألك سؤال، يعني جاء في ذهني لما نتكلم مهندس حيدر عن تجربة دولة البحرين، والتجربة المهندس حيدر بيثني على التجربة والالتزام بالنظام. هل في مشكلة في نقل التجربة، أو هل في مشكلة في التجربة نفسها في المدينة المنورة؟ يعني خلينا أقول لك السؤال بطريقة أخرى، لو نجحت التجربة في المدينة المنورة تمام بشكل صحيح، كانت انتقلت التجربة بشكل أفقي إلى جميع مدن ومناطق المملكة، على الأقل مناطق بيئياً المتشابهة مع المدينة المنورة،
ولكن يمكن لأنه التجربة نفسها غير ناجحة فما انتقلت. والله أخوي أيمن أنا ما أقدر أقول لك التجربة ناجحة أو غير ناجحة، ترى أي مشروع معماري نجاحه بيتكون من عدة عوامل. يعني إذا كان مثلا عوامل تساعد في أنك أنت تخطط وتصمم وتنفذ بطريقة جيدة المشروع هينجح. المصمم لو كان كويس والمالك أدخل بعض التعديلات هتصير فيه مشاكل. المصمم لما يكون يعني للأسف سوق العمارة في عندنا في المملكة في الجيد وفي الغير جيد وفي الرخيص وفي الغالي، وكثير من الناس ما بتتوجه للمعماري الصح اللي ممكن هو يعطيها حلول صحيحة، فهذه أشياء قد تسبب في فشل التجربة. فالممارسة ممارسة التجربة ما نقدر نحكم عليها هي ناجحة أو فاشلة. ليش ما انتقلت لقيت عن حال المملكة؟ أنا بدي أسأل السؤال بالعكس. يعني إحنا كلنا نعرف أنظمة الأمانات والبلديات عندنا، السؤال اللي أنا أقول لك هي كيف أجيزت في المدينة مو كيف ما انتقلت إلى المناطق الأخرى، لأنه من أكثر الجهات تمسكاً بأنظمتها وقوانينها إحنا اللي هي أمانات المدن، سواء كانت الأنظمة هذه يعني في صالح العام أو أنظمة ممكن مثلاً تحتاج إلى تغيير أو إعادة نظر. فهي كيف وصلت المدينة هذا يعتبر إنجاز. فأنا ما كنت بطالب إن هي تنتقل إلى مناطق أخرى، لكن أنا زي ما قلت لك خطوة وزارة الأسكان الآن بالذات في المناطق السكنية القليلة الكثافة اللي هي دورين ملحق إنك أنت تسمح بالبناء على الصامت من الدور العرضي، هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن أتمنى ما تكون هي نهاية المسار. أتمنى إنه الموضوع يدرس بصفة كاملة لإنه إحنا نطلع ببيئة عمرانية. أنا ماني مع التلاصق على قولهم، ولا أنا ضد كلام الأخ حيدر من البحرين اللي أنا شايفه متحمس للموضوع أو بيشرح مزايا الارتدادات. الارتدادات جيدة لو استخدمت كويس، لو استخدمت في يعني لو تكلمنا نظريا يقول لك صارت عندنا 40% أو 45% مساحات خضراء في الأرض. هل هذا الكلام صحيح؟ هل أنا عندي 40% مساحات خضراء ولا هي مساحات مهملة للأسف وغير مستغلة؟ يعني هذا هو التساؤل. طيب شكرا لك مهندس عاصم. مهندس بشار، أنا هاخذ مقتطف من كلام المهندس عاصم وأقول يعني احنا لو فرضنا على الساكنين زي ما فرضنا نظام البناء، فرضنا نظام لاستغلال الارتدادات الصغيره والمساحات الضيقه جدا هذه، لانه ما في حسب علمي ما في نظام انظمه البناء انه كيفيه استغلال الارتدادات. هي موجوده كمساحات وابعاد ولكن ليست موجوده كاستخدامات. أعتقد لازم يوجد استخدام لها. مساحات الخضر مثل ما تفضلت، أنا قلت لك بالسابق كانت الأراضي كبيرة ومساحات البناء صغيرة، فالمساحات الخارجية كلها تحولت إلى زراعات. طبعاً في قانون في شغلة صارت عندنا موجودة في دعم حكومي لزراعة النخل، 50 دينار بالسنة لكل نخلة، 50 دينار بالسنة لكل نخلة، اللي زارع 10 كم يطلع له؟ 500 يعني تقريبا 5000 ريال. هي طبعا شغلة محفزة لأن الناس تزرع. هذا النظام كان موجود بالسابق. فشوف بعض البيوت القديمة اللي كان فيها ارتدادات اللي لم يتم تجديدها اليوم مليانة نخل وكأنها مزارع. احنا ما نقدر نرجع في السابق، لكن ممكن اليوم انا استشق من هذا القانون او التحفيز هذا انه والله تعال عطني بالارتداد بدل ما تخليها مثل ما شفت انت المنظر هذا القبيح اللي صار كومة اغراض وامور ما احنا عارفين شنو هي. لا، تفرض عليهم او تحفزهم من غير فرض ان تزرع. والله عندك انت في اي مساحه من الاراضي كانت يجب ان يكون في هذه الارض لا يقل عن 15% من الارتدادات تكون زراعه خضراء، وتحفيزا لها مثلا في مبلغ معين او خصم معين من
من الخدمات الخاصه في الدوله. هذه اعتقد تحفز الناس انها تزرع اي نوع من انواع النباتات الصحراويه، وهي كثيره، كان سدر ولا كان نخل ولا كان كثير من اللي موجود. اذا بالبحرين عندكم لوز البحرين ايش حلوه ينزرع. فهذه الشغله يفترض انها تكون محفزه للناس، مو بس ان نحط لهم قوانين قوانين قوانين. اعتقد الناس ملت من القوانين، ارتداد كذا، بناء كذا، النسبه موجوده. حفز الناس وخلهم يحولون هذه المساحات الى شيء مستخدم. احط لي موقف سيارتين اعطيك انا مكافاه، حط لي سيارتين على الموقع واعطيك انا مثلا نسبه بناء مثلا 100 متر اعوضها لك في السطح، او اعطيك انا ارتدادك 50% واعطيك انا على الصامت. نظام تحفيز يعتقد يحل هذه المشاكل. جميل جدا. مهندس حيدر، هل ضمن نظام البناء العمراني في دولة البحرين وجود أي محفزات للالتزام؟ احنا بنعرف انه ما دام في نظام في اشخاص يظنون انهم يستطيعون مخالفة هذا النظام، فهل في محفزات للالتزام بهذا النظام او عقوبات معينة ممكن تذكرها لنا؟ لانه يبدو انه تجربة دولة البحرين في تطبيق الارتدادات كانت أفضل من تجربة السعودية والكويت في الالتزام حسب ما يبدو لي، لكن هل هذا معني بسبب أنه في وجود حوافز داخل نظام البناء في دولة البحرين أو وجود عقوبات صارمة؟ نعم. الله يسلمك. بالنسبة حق المساحات الخضراء في المباني، إحنا عندنا قانون جديد اسمه قانون المباني الخضراء، واللي هو أصدر في 2018 وقاعد يتم العمل فيه حاليا بشكل تدريجي، واللي هو من ضمن هذا القانون اللي هو لابد من ان يعني وضع جزء من الارض بنسبه معينه حسب مساحه الارض ونوع المبنى نسبه معينه للزراعه، يجب ان تزرع هذه الارض. طبعا القانون اكيد بيكون عليه عقوبات، ومن ضمن العقوبات يمكن توقيف رخص البناء، من ضمن العقوبات يمكن اللي هو اعطاء انذارات او مخالفات ماليه. لكن بعد في البحرين عندنا نظام تحفيز جدا ممتاز، بالأخص إلى المباني السكنية. البلدية عندنا توزع نخيل على البيوت، كل بيت توزع لنخلة واحدة عشان يزرعها. فهذه بداية التحفيز اللي صار، وإن شاء الله في المستقبل بيكون توزيع أكثر، وإن شاء الله مثل ما قال المهندس بشار يوزعون علينا شجر اللوز من النوع الاسكندراني الجيد، وإن شاء الله نجيب لكم الكويت بعد. عندي تعقيب الله يسلمك على موضوع اللي هو المشاركة بين دول مجلس التعاون بتجربتهم في قوانين البناء. طبعا احنا نتشرف ان احنا يعني نشارك اخواننا في دول مجلس التعاون، ونعتبر نفسنا احنا ثقافة واحدة ويعني كلتشر واحد، وباعتقادي انه يعني ما بيكون في اختلاف كبير في خلينا نقول الافكار في تنظيم البناء والوقف العشوائية في البناء في دول الخليج. احنا اليوم عندنا قانون موحد اللي هو للدفاع المدني في دول الخليج، الجي سي سي كود، ونطمح انه يكون بعد في جي سي سي كود الى المباني او تنظيم اشتراطات البناء وكذلك المباني الخضراء. فاحنا عندنا غير ان القانون العادي اللي هو يحدد نسبه البناء لكل مبنى سواء كان 180% او 150% او 55%، وبقية الأرض تترك للزراعة، في عندنا قانون آخر يعزز هذا الشيء ويلزم صاحب العقار أنه هو يزرع هذه الأراضي عشان يحقق قانون المباني الخضراء. شكرا. شكرا لك مهندس هيدر. مهندس عاصم، خليني أسألك السؤال. موضوع نظام البناء أو الارتدادات تحديدا في نظام البناء، لو أخذنا الأحياء السكنية اللي أنشأتها الجهات الخاصة مثلا وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، الإسكانات اللي كانت خاصة لفئة معينة، هل استطاعت أنها تخرج بنظام بناء خاص فيها؟ أو هل لو طبقنا عليها نظام البناء القائم سابقا أو حاليا، هل حتكون مخالفة أو لا؟ والله يا أخ أيمن، سامعني ولا
سامعك، تفضل مهندس عاصم تفضل. المشاريع الخاصة أنا أقدر أقسم لك هي قسمين، يعني في المشاريع الحكومية زي ما أنت تفضلت اللي هي المشاريع مثلا تبع وزارة الدفاع والمشاريع السكنية اللي تكون تتبع لجهات حكومية. هذه من خبرتي البسيطة فيها، ما عندي اطلاع كبير عليها، لكن هي برضها كانت بتلتزم بأنظمة بناء معينة. وفي موضوع، خليني مثلا أتكلم في موضوع الارتدادات، لأنها تصاميم مثلا موحدة وبتكون بريكاست، وبتكون يعني موضوع تخليق فراغات عمرانية داخلية يعني ما له أولوية. لكن أنا لما إذا أعطيتك مثال آخر في المشاريع السكنية الخاصة، تمام، اللي هي بتعطي حق الأمان الخارجي من الشوارع الرئيسية، لكن في الداخل إحنا بنتكلم مثلا مشاريع على مساحات كبيرة 5,000 و10,000 و20,000 متر، أو لو نقول الكامباوندز اللي كانت مثلا سكن شركات أو كثير منها يعني تتبع لشركات خاصة. هذه كانت بتخلق بيئة عمرانية أنا أرى إنها هي أفضل معظمها، وأنا اشتغلت على أشياء منها ما بتلتزم بموضوع الارتدادات الجانبية. وحدات سكنية بتكون متلاصقة بتخلق فراغات داخلية وخارجية، يعني داخل البيت للأسرة وخارج البيت للكمباوند نفسه. يعني يمكن 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 هذه ما تناسب المجتمع المتحفظ أحياناً، خلينا نقول، لكن فيها أفكار يمكن إنها تناقش، يمكن إنها تدرس، يمكن إنها تناقش مثلاً، يمكن أن يستفاد منها. المشاريع الحكومية ما أعتقد إنه ممكن نطلع منها بأفكار معينة أو بأشياء خاصة مثلاً بها، لأنه اللي مرت علي للأمانة مشابهة كثيراً للأحياء السكنية العادية حقتنا. ف زي ما قلت لك الآن يعني خطوة وزارة الإسكان خطوة جيدة، أتمنى إنها تتطور ويستفاد. يعني يمكن في بداية حديثي أنا طرحت مثال لما كنت طالب، أنا يعني كان الموضوع هذا له أكثر من 25 سنة، في مشروع تم في جدة لعدد 80 فيلا صممت بالكامل مع بعض وخلقت صراحة يعني أنظمتها كانت جدا جميلة. المشروع إلى الآن عايش وإلى الآن جميل وإلى الآن مربوط. هذا هو السؤال، إحنا ليش ما يعني ليش مشروع زي كده إلى الآن يعتبر جميل ومربوط؟ لأنه مش بس موضوع الارتدادات أو البناء على الصامد، لأنه بني كمنظومة متكاملة. أنا لما أجي أناقش موضوع ارتداد هذا جزء من منظومة متكاملة. أنا عندي زي ما تفضل مثلا الأخ حيدر، عندي البنية التحتية كيف أوصلها، عندي الآن ما أقدر أنا أقول لك المدينة العربية القديمة لأنه أنا عندي الآن وسائل مواصلات، عندي كل بيت فيه 4-5 سيارات أحيانا، هذه الأشياء لازم أنا أحطها في الاعتبار. الكود البناء اللي نتكلم عليه الأخ حيدر، أنا جدا بالعكس، إحنا شعب واحد وإحنا أسرة واحدة، أسرة كبيرة واحدة، لكن مناخيا وثقافيا مختلفين. يعني المناخ في الخليج يختلف عن مثلا أبها، يختلف عن جدة، يختلف عن الرياض، يختلف عن الشمال، يختلف عن الجنوب. كل مناخ وكل عوامل بيئية لها حلول معينة. إحنا ممكن نحط كود موحد، لكن زي ما قلت لك أنا ضد إنه إحنا أعمم قرار على كل المناطق. عند المملكة العربية السعودية يعني الله يحفظها مناطق شاسعة مختلفة الأعراق ومختلفة العادات ومختلفة التقاليد ومختلفة المناخ. يعني ما أقدر أنا أحط كود واحد أو أعمم تجربة في منطقة معينة أعممها على كافة مناطق المملكة. فمنظومة البناء بصفة عامة، أنا ما أبغى أتشعر في الحديث كثيرا، لكن عامل المشترك فيها في المدن القديمة وفي الأشياء زي ما قلت لك، هي البناء على الصامت أنا معها، لكن كيف يعالج؟ في مشاكل ممكن تعالج، اي حلول اي 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 حلول اللي تطرح حيكون فيها مشاكل، وحيكون دور المشرع انه هو يضع الاسس والاطر حقت معالجتها
ودور المعماري جيد انه هو يضع الحلول المبتكره في انك انت تتلافى مشاكل سواء البناء الصامت او الارتدادات. يعني للاسف الصوره اللي انا امامنا هذه ما هي معينه يعني بسبب فكره يمكن بسبب سوء استخدام. يعني انا حتى ما الوم فقط المشرع او الوم الانظمه، حتى السكان نفسهم يعني يركبهم جزء كبير من الخطا ان هو ما قدر يستغل المساحات الضائعه اللي خلينا نقول ودافع فلوسها. يعني انا مشتري ارض ب 600 متر مستغل فقط منها 350، طب الباقي هذا انا كمالك يعني ما استحرم اني انا مثلا يكون بالمنظر هذا. فهو المنظومه متكامله، يجب انه تبدا بتشريع وانظمه ومعماريين يقدروا يضعوا الحلول وسكان يساهم. انا ما احتاج تحفيز من الدوله زي ما تفضلوا الاخوان، اني انا والله الدوله تلزمني او تحفزني او تعطيني اني انا ازرع بيتي. يا اخي انا ابقى بيتي انا المستفيد الاول والاخير منه، يعني فليش انا احفز؟ المفروض انه انك انت في بيتك تستغل هذه، يعني انت عندك نظام اجبرت عليه تحاول انك انت تستغله كمالك. يمكن تشعبت كثير اخوي ايمن معليش، فاكتفي مثلا اذا كان اجبتك على سؤالك عشان كمان ما ناخذ من وقت الاخوان الاخرين. الله يعطيك العافيه مهندس عاصم. انا عارف انه في حرقه، ولكن خلينا نقول قد تكون الإجابة الواضحة والغائبة عن أذهان فترات طويلة، اللي هي ترابط أنظمة البناء الموجودة. مهندس بشار، هل تظن أنه وجود سكن خاص وبعد كذا وجود عماير سكنية، هل وجود هذين النوعين من المباني سببت انه في نظام البناء قاعد يتعامل معهم بشكل واحد، قاعد يتعامل مع مباني العماير السكنيه وكانها فلل سكنيه، ويتعامل مع مباني الفلل السكنيه وكانها عماير في توفير الخدمات، رغبه بانه يكون فيه نظام واحد موحد للجزئين من المدينه؟ كلامك سليم، انا كلام اخوي عاصم على ما تم، مهندس عاصم على ما تم، ان فعليا احنا اليوم ما نتكلم عن نظام بسيط اللي هو ارتدادات، لازم يشمل الانظمه كامله للتخطيط العمراني كامل. ومثل ما تفضلت اليوم عندنا مثال سكن فلل وسكن كثافه عاليه والعماير هذه، وهذا للنظام وهذا للنظام. انا ما افضل ان اليوم اسوي شيء وكانه مسطره سيف تقص على كل هالانظمه وكل المناطق، مثل ما تفضل الشباب ان عندنا والله اليوم منطقه فيها رطوبه، منطقه حاره، منطقه جافه، منطقه جبليه، عندكم المملكه شيء، احنا بالكويت شيء، مع اختلافات بسيطه بس في اماكن لا تختلف زياده. اليوم انا ترى ملاحظه للامانه، زرت كل مناطق الخليج، كل دول الخليج تقريبا، مو المناطق بس العواصم يعني اغلبها، ما شفت انا منطقه واحده اقدر اقول والله تضاهي المناطق او المدن اللي شفناها في اوروبا وفي امريكا. معظم الشباب اليوم شافوا وسافروا وراحوا اوروبا نسافر ليش؟ اليوم الاجواء ما شاء الله جميله في كل الخليج الجميل. وين انا اقدر اتنقل من منطقه لمنطقه ولا اشوف الاماكن واشوف الزراعه والخضار ولا اشوف طريقه البناء؟ معظمها للامانه تلوث بصري. معظم مدننا اليوم تلوث بصري بسبب عدم وجود رؤيه كامله للمشروع الكامل اللي هو المخطط ومن ثم الى الصيام، او ماكو ربط. اذا تفضلت عن المناطق السكنيه اللي هي العماير الكبيره، نرجع لنفس الموضوع، مواقف السيارات. واذا تكلمنا ان احنا ما نلزم المالك او المواطن او الارض ولا العقاري ولا التاجر، فمعناته احنا ساهمنا في نشر الفوضى. لما نشوف الدول الثانيه ترى في انظمه يعني مقاسة بطريقة صحيحة. أنت تبي تطلع مثال، تبي تطلع مبنى كبير 9 أدوار وكل شقق، الله يبارك لك، بس ترى لازم تتحمل أن في مواقف سيارات في نفس الأرض ما قدرت تتوفرها، لا تسوي هالمبنى هذا. في كود، في طريقة تخطيط. وبعد ما لومه أنا المطور العقاري، لأن العقار بنفس العقار، أين من العقار أين من العقار، أرجع على المخطط الأصلي اللي تم تقسيم من الأرض على أساسه. يمكن انا دوله واحده يمكن اليوم بالخليج يعني، او مدينه بالاخر يمكن نعرفها
فيها مشاريع أنا شفتها كثيرة وبسوميها كلوز كوميونيتيز في دبي، وما أتكلم في كل مدينة دبي، بعض المناطق في دبي اللي أخذها الماستر ديفلوبر عطاها مطور ثاني نجحت اليوم. كل الكلام اللي قاعد نقوله اليوم مطبق في هذه المناطق، بس أنا ما ودي هذه المناطق هي تكون بس للناس المخصصة لها هذه المناطق، ودنا كل مدننا تكون بنفس الروح. أروح أنا أبها أشوف الجمال، أروح شمال إلى حائل أشوف نفس الشيء، أروح المنامة أزور دبي أزور الكويت، كلها فيها نظام معين مختلف كلنا على منطقته. هذه منطقة فيها سكان كثافة عالية، مثل ما قلت لكم أنا اليوم العدد زاد عندنا بالكويت فصار في شقق، خلاص أوكي أنا أقر إن في شقق في هذا الأمر بصيرة، معناته المنطقة اللي راح أخططها بالمستقبل تسمح إن في ارتداد في مجال أزرع زراعة يعني حديقة مواقف سيارات، هي منظومة متكاملة لا تتجزأ. ما يصير أقول بس اليوم ارتداد واسكت، لازم يتم عمل دراسة كاملة وربط كامل عشان نطلع في المدينة الخليجية. اليوم احنا في 2020، إذا نفس النمط اللي قاعد نشوفه اليوم ب 2030 فهذه مشكلة للأمانة لنا وللأجيال القادمة. أنا وياك أنا ماني شايب ماني كبير، بس لحقت على أيام لما كان عندنا مناطق مفتوحة وفرجان يلعبون فيها وتمشى لحقت عليها. اليوم تتخيل المناطق ما فيها حتى مكان فاضي، ما في. هذه أنا أعتقد أنها سوء تخطيط يجب التوقف عنده، التفكير وتطويره إلى شيء منظومة متكاملة لكل المدن بالخليج. جميل جدا، شكرا لك مهندس بشار. أنا حاخذ آخر حابي آخر سؤال للمهندس حيدر، وبعد كذا أتمنى الأخوان الزملاء في بوتقة إدارة المدخلات الأخوة الحضور. مهندس حيدر، خلي أتكلم على موضوع الخصوصية في الارتدادات أو الخصوصية في نظام البناء. جميع مدننا أو جميع دولنا يتحدث أنه المجتمع محافظ ولكن ويحتاج خصوصية محددة، إلى أي حد هذه الخصوصية كانت مؤثرة على قبول المجتمع لنظام الارتداد في فترات طويلة، وكيف عالجوا موضوع الارتدادات اليوم؟ يعني كيف عالجوا أنه والله الخصوصية ما اليوم غير اللي كانت في 1971 أو 1970. المجتمعات تتطور، الثقافة المجتمعية تتطور، ولذلك الخصوصية تخف شوي حدتها. طبعا بالنسبة حق الخصوصية، احنا عارفين اليوم ان أنظمة البناء تختلف عن 50 أو 60 سنة سابقة. المواد اللي حاليا قاعد تستخدم تختلف عن المواد اللي كانت تستخدم في ذاك الوقت. يعني لو كنت أنا بحافظ على خصوصية البيت اللي فيه له نوافذ خارجية كبيرة، اليوم أنا عندي زجاج مظلل يخلي الشخص اللي خارج البيت ما أقدر أشوف داخل البيت. وهذه الفكرة مو بس اليوم، هذه الفكرة تاريخية من أيام الدولة العباسية اللي كانت في القرن 14 أو 13، كان عندهم شيء اسمه المشربية، واللي اليوم هو صار التنتد جلاس أو الزجاج المظلل. فنظام البناء، مواد البناء الجديدة اللي موجودة تحفظ الخصوصية المطلوبة في هذا الزمن اللي احنا نحتاجه، وباعتقادي ان حتى الارتدادات تحفظ الخصوصية بشكل اكبر من السابق، باعتبارها تترك بارير بيني وبين الجار عشان هو يحفظ خصوصيته وانا احفظ خصوصيتي. فانا ما اعتقد ان الارتدادات هي بتكون خلينا نقول عامل هدم الى الخصوصية. نعم الاحواش السابقة كانت جميع الغرف تطل على داخل الحوش، أو خلينا نقول جميع العائلة تكون في داخل الحوش، بس كانت هي يونت مكتفي بحد ذاته. اليوم لا، أنا لازم يعني حسب الثقافات اللي موجودة أكون منفتح على المجتمع والكوميونتي حوالي مع حفظ خصوصيتي. فبالنسبة لهذه الارتدادات تحفظ لي مساحة من الحركة حوالين المبنى بشكل مريح. طبعا أنا شايف الصور اللي حاليا موجودة، يمكن هذه يعني اكزامبل سيء لاستخدام الارتدادات، ومثل ما نشوف مباني قديمة على ما يبدو، بينما في اكزامبل بعد مشرق من هالناحية وفي حدائق وفي أماكن قاعدة في الارتدادات وفي نوافذ مفتوحة على هذه الارتدادات، يمكن حتى بعض الناس يسوون فيها نفس السكاي لايت في هالمكان. فأنا أعتقد أن الارتداد ما غير من خصوصية المجتمع، بالعكس
قاعد يساعد على يعني حفظ خصوصية المجتمع لكن بطريقة أخرى بمواد أخرى. بالنسبة للمهندس عاصم كان يتكلم عن لماذا أحفز المواطن أو أحفز صاحب العقار أنه هو يزرع الأرض أو يضع فيها غطاء أخضر. طب احنا عارفين بوجود القوانين، القوانين تسري على الشخص الملتزم وتسري على الشخص الغير ملتزم. فأنا اليوم لأني أنا دولة وقاعد أنا ألبي حاجة الناس من الطاقة ومن المياه ومن الكهرباء، فلازم أنا أقلل من انبعاثات الكربون، وعندي اتفاقيات دولية وقعتها وعندي التزامات وعندي طاقة معينة لازم أحافظ عليها. يمكن إخواننا بالكويت جاتهم فترة دائما عندهم الجيج ضارب على الأحمر في استهلاك الكهرباء. عشان أسوي هذا الشيء أنا لازم أحفز المواطنين أو أحفز المقيمين في دول الخليج أنهم يحافظون على الطاقة بقدر الإمكان. جزء من محافظتنا على الطاقة وتقليل الانبعاثات هو وضع قانون وإجبار الناس إذا ما مشوا على القانون أنهم يمشون على قانون المباني الخضراء، عشان نضمن أن الجميع التزم وأن الجميع قاعد يحافظ مع الدولة على الطاقة اللي نبي نخلي من جزء منها إلى الأجيال القادمة. هذا الله يسلمك بما يخص التحفيز. فأرجع مرة ثانية الله يسلمك، قانون الارتداد مو قانون جديد، قانون الارتداد كان موجود يمكن جزء من دول الخليج مثل اليمن ما كان عندهم الأحواش السابقة، كان عندهم الارتدادات وخصوصيتهم كانت موجودة ومحفوظة في بيوتهم. والقانون الارتداد طلع بعد الطفرة الصناعية في 1914 عقب ما تطورت عملية المواصلات والسيارات طلعوا إلى الشوارع وتم استخدامهم بشكل كبير. في 1916 أمريكا أصدرت أول قانون تخطيط عقاري عشان تحد من عشوائية المباني وتخلي ممرات آمنة إلى السيارات وإلى المشاة وإلى المباني، وفي نفس الوقت تخلي عملية تنظيم نطلع بمدن منظمة. وأنا أتفق معاكم على موضوع أن مدننا لازم تكون مطورة، وهذا الشيء اللي أنا أعتقد أنه قاعد يصير. عندنا وايد مدن يعني نعتبرها من المدن النموذجية، عندنا مثلا في البحرين درة البحرين مباني سكنية تم إنشائها بشكل صحيح، مواقف السيارات بشكل صحيح، ممرات المشاة بشكل صحيح. عندنا مناطق أخرى سامحة أخرى مثل أمواج مثل ديار المحرق كلها مناطق جديدة، وطبعا إلى مدن أخرى كلها مناطق جديدة قاعد يصدر لها رخص البناء بشكل قانوني على قوانين معينة تلزم الجميع أنه يمشي على قانون لحفظ خصوصية يعني صاحب العقار، حفظ خصوصية الجيران، حفظ خصوصية حرم الطريق، وبالتالي احنا داخل المنظومة متكاملة. جميل جدا مهندس حيدر. مهندس عاصم، سؤالي الأخير لك وبعد كذا أتشرف باستقبال مداخلات الأخوة الحضور. اليوم نسمع عن في المملكة العربية السعودية عن نظام البناء الخاص بوادي حنيفة، عن نظام البناء الخاص بطريق الملك سلمان في الرياض، نظام البناء الخاص بمنطقة أو زون محدد زي الدرعية، في نظام البناء الخاص في منطقة عسير الكود العمراني لعسير. المجموعة الأكواد هذه أو مجموعها هي كانت، هل هي الحل اللي يعني الحضور اليوم الضيوف يدعون له إنه يكون في حل شامل؟ لأنه كود البناء اللي صدر مثلا للدرعية أو بوابة الدرعية أو وادي حنيفة كان يعالج مشاكل كثيرة قائمة حاليا في المكان نفسه. فهل أفضل إنه إحنا نعمل على زونات مختصرة صغيرة نعالج فيها هذه المشاكل، بدل ما أنه إحنا نأخذ المكان كسبيس كامل كبير كالمملكة العربية السعودية لمعالجة مشكلة الارتدادات فيها؟ شوف أخوي أيمن، أنا أتفق مع التوجه هذا، لكن أنا بدي أنوه في شغلة أنت ذكرتها. معظم الأمثلة اللي أنت ذكرتها خرجت من عباءة أمانات المدن. يعني أنت لما بتتكلم كمثال على الدرعية، أنت عارف إنه في هيئة مختصة لتطوير بوابة الدرعية. لما نتكلم مثلاً على المحاور الرئيسية اللي في مثلاً في الرياض وفي كذا، في هيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، المدينة كذلك فيها هيئة تطوير، مكة فيها هيئة تطوير.
هذه الهيئات اللي خرجت من عباءة الأمانات وبدأت تفكر خارج الصندوق هي اللي بدأت تضع حلول مختلفة وبدأت تضع كود مختلف وبدأت تدرس المشاكل من منظور مختلف. لكن معظم مناطق المملكة السكنية بالذات اللي بيستخدمها المواطن ما زالت تقبع تحت أنظمة الأمانة اللي هي يعني بتقول لك لازم ترتدي مترين من هنا وتبني على 60% وكذا وكذا وكذا. وللأسف المنظر اللي شايفينه الآن أمامنا يعتبر تقريبا نسبة كبيرة من المباني بتعاني منه. فتقسيم المناطق هذه فكرة جيدة إنه كل منطقة يكون لها توجه خاص. زي ما قلت لك كثير من المناطق عندنا يختلف مناخها عن منطقة أخرى أو في نفس المدينة. إحنا نتكلم مثلا الرياض المحاور التجارية، المحاور التاريخية، المناطق السكنية، المناطق يعني كل زون له فانكشن معين يجب أنه ينظر له بطريقة معينة. في مناطق فيها رش أورس كبيرة بالنسبة للمناطق التجارية، أنا مش معقول أعملها كمناطق السكنية بأن أنا أوفر موقفين مثلا أو ثلاثة مواقف. إحنا عارفين أنه في كود بيتكلم انه التجاري كذا متر مربع يوفر له موقف سياره والسكني كذا والمكاتب كذا. فانا مع التوجه هذا، لكن زي ما قلت لك ارجع واكد لك انه التفكير خارج الصندوق ما جاء من الامانات، للاسف جاء من هيئات التطوير اللي انشئت لاغراض معينة، كمثلا كمنطقة الدرعية، هي تطوير منطقة الدرعية هي اللي حطت الكود وهي اللي حطت الأنظمة وهي اللي عالجت المشاكل ووضعت نظام خاص فيها ملزم للمنطقة. شاكر لك مهندس عاصم الإجابة الجميلة. الآن الوقت للحضور الكرام أخذ مداخلاتهم. مهندس عادل أبو علي، تفضل مهندس عادل. الصوت مهندس عادل. مهندس عادل طيب، قد تكون عنده مشكلة المهندس عادل في الصوت، نرجع له إن شاء الله مرة ثانية. إذا تحب مهندس أيمن ناخذ المداخلة الأخرى. ناخذ المداخلة الأخرى، تفضل. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. معماريين الأفاضل جميعا، شكرا لكم. طبعا أنا مداخلتي الاسم بس فضلا. اي معاكم محمد حسين، معمار من مملكه البحرين. الله يحفظكم. طبعا انا حسب رايي ان المشكله، طبعا الارتدادات انا بالنسبه لي هذا يعني طبعا هو كان المفترض انه يكون حل لمشكله الحريق او مشكله توحيد الهيئه المعماريه العامه في البلاد، ولكن أنا أشوف أن هذا وضع قانون الارتدادات كان بسبب مشكلة أكبر للأمانة، يعني ألا وهي أن تقسيم الخاطئ للأراضي. حسب اعتقادي أن هناك مشكلة كبيرة في تقسيم الأراضي، هذه هي المشكلة الأساسية، وهي عدم وجود ممرات أساساً بين العقارات لتوفير لتلبية الأمن العام، لتوفير الممرات الخاصة بالإطفاء والحريق وكذا. أما بالنسبة إلى الارتدادات فأنا أشوف أنها أن يعني
يعني للأسف للأسف وضع الارتدادات بهذه الطريقة، وأنا قاعد أتكلم بالذات عن مملكة البحرين، لا يخدم التصميم للأسف، وخصوصا فهم الارتدادات، فهم الارتدادات لا يخدم التصميم بتاتا. يعني أعطيكم مثال، مثلا في البحرين يسمح بلصق الخدمات في الجهة الخلفية، بلصق الخدمات فقط كالمطابق أو غرف الطعام، ولكن لا يسمح بلصق الغرف. ما الداعي من ذلك؟ لا أعلم ما الداعي من ذلك. في الأمام كذلك يسمح بلصق المجلس ولا يسمح بلصق الصالة أو غرفة. هناك في اعتقادي هناك فهم خاطئ للارتدادات. أنا لست ضد الارتدادات، يجب توفير ارتدادات، ولكن ليس بهذه الطريقة، أن يتم تحديد مترين من الجانب من الجوانب وثلاثة متر من الأمام ومترين من الخلف. هذه الطريقة غير صحيحة، خصوصا للحجم الصغير للعقارات، خصوصا في مملكة البحرين. أنا قاعد أتكلم في مملكة البحرين، أغلب العقارات السكنية حاليا في حدود 300 متر، يعني عرض الواجهة 16 متر، العمق 18 متر. أنت تخيل، يعني أنت لما تطلب من هذا الشخص أن يترك مترين من الجوانب من الجانبين، شنو ضل عنده؟ ما ضل عنده شيء. لكن بالإمكان أن يكون هناك فهم أفضل للارتدادات، بالإمكان أن تعطيه يلصق في جهة واحدة بالكامل ويقدر يستفيد من الجهة المقابلة كحديقة أكبر. أعتقد أن بالإمكان تعديل القانون ووضع مساحة بناء معينة يلزم بها المالك، ومن هذه المساحة ستتوفر الارتدادات. طبعاً ما أبغى أطول عليكم في مداخلات أخرى، مشكورين جداً ويعطيكم ألف عافية، وتحياتي لكم جميعاً، وتحياتي لك المعماري حيدر النعيمي، شكراً. طيب مهندس بشار، إذا تتفضل بالإجابة على هذه المداخلة فضلا. والله هو كلام على طريقتها في الخلف، طريقة الالتصاقات، يمكن أنا ما أدري، ما أقدر أجاوب عن مملكة البحرين والأمور الخاصة في تخطيطه هناك. مثل ما قلت لك، إحنا مشكلتنا فعلا المداخل. يعني أنا يمكن بفسرها بشغلة واحدة، يمكن نقلتنا كلنا مدننا من السابق، لأن كانت ما في سيارات، ما في ممشى، ما في عبارة عن بيدستين، عبارة عن مشي بين منطقة ومنطقة، وما في سيارات. فجأة صارت مخططة لوجود سيارات، ونسينا أن في بشر راح يمشون من منطقة لمنطقة، في خدمات من منطقة لمنطقة. مرة ثانية يمكن شوفنا يركز على الموضوع، أن هي العملية فيها عنصر رئيسي ناسينا احنا، العنصر البشري. وهذا اللي اعتقد ان احنا معاناتنا سواء بالبحرين او بالكويت او بالسعوديه، هي مشكله ناسينها بالعنصر، واللي راح يقوم في عمل شيء على الاقل يساعد بالتخطيط من اليونت اللي هو البيت او القسيمه الى المنطقه كامله. انا اعتقادي هذا يعني ببساطه. جميل جدا. مهندس عادل ابو علي تفضل. السلام عليكم. مهندس عادل، يبدو لي الشبكة موجودة، كان أنت موجود في الشبكة سيئة للغاية. طيب مهندس عادل ابو علي، الصوت غير واضح نهائيا. القيام بهذه الندوات واختيار المواضيع كذلك الضيوف. تسمعوني ولا لا زال في مشكله في الصوت؟ اسمعك. تفضل. واضح الصوت؟ الصوت واضح الآن مهندس عادل، تفضل.
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم جميعا، وأشكر الزملاء والأخوة في بوتقة على إقامة هذه الندوات واختيار الضيوف كذلك المواضيع. حقيقة الموضوع الارتدادات موضوع حساس جدا جدا. مهندس مهندس عادل، للأسف الصوت بعد الترحيب الصوت انتهى تماما، رجع الوضع الطبيعي الوضع الخاطئ. طيب هل في مداخلات أخرى؟ الزملاء من طبعا المهندس عاصم، بنعتذر عن هذا الخلل الفني، ما ادري اذا في مداخلات صوتيه اخرى على بال ما يتم معالجه المشكله لدى المهندس عادل. بامكانكم كتابه الاسئله كذلك في صندوق الرسائل، وسيتم اشاره طرحها على الاخوه الضيوف. طيب انا عندي سؤال للمهندس عاصم. مهندس عاصم، اليوم لما نتكلم عن هيئات تطوير المناطق والأنظمة اللي بتقوم على تشريعها، في كثير من المناطق فيها أحياء، خلينا نقول أحياء عفوية، ولكن التجربة اللي بتوضع لها هي تجربة الأحياء الجديدة. الأنظمة اللي بتصدر أنظمة لأحياء جديدة وليست لأحياء قائمة. ما استوعبت استفسارك. طيب ايش اخوي ايمن؟ يعني طيب الان هيئات تطوير المناطق، جميع الانظمه، انظمه البناء اللي بتصدرها حديثا، هي بتصدر لاحياء جديده او مستقبليه. أيوة. بينما الاحياء القائمه في المدن ما صدرت لها تشريعات لمعالجه اوضاعها، يعني سواء نتكلم في المدينة المنورة أو مكة المكرمة أو الهيئات الحديثة الآن اللي أنشئت قبل سنة ونص تقريبا أو سنتين، ما في نظام صدر لمعالجة حي قائم. صحيح، أنا معك في الكلام هذا. يمكن خلينا نفصل الموضوع شوية. يعني عندنا مثلا الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض كانت سباقة، كانت هي يعني أنشئت من فترة طويلة، وبدأت إنها هي تتراكم الخبرات لديها. لكن زي ما قلت لك، يمكن الهيئات التطوير غير اللي مخصصة، زي لما أتكلم لك مثلا على هيئة تطوير منطقة الدرعية أو مثلاً الهيئة الملكية في مكة، أو مثلاً في المناطق المحددة اللي هي لها طابع تاريخي معين، تختلف عن الهيئات التطوير اللي في المدن. زي مثلاً خلينا نقول مدينة على سبيل المثال، هي نشأت كهيئة مختصة في موضوع الحرم وما حوالين الحرم ما يدعم موضوع توسعة الحرم والزيارة والعمرة والحج، والمناطق التاريخية فقط اللي في المدينة المنورة، زي منطقة مسجد قباء ومنطقة مسجد القبلتين وما إلا ذلك. لكن لم تتدخل الهيئات هذه، أو يمكن لأنه خبرتها حديثة زي ما أنت تفضلت، ما لها سابق تجربة كبيرة، وما زالت بتتعلم، وما زالت الأمانة هي المسؤولة. المخططات السكنية بصفة عامة، سواء اعتمادها أو أنظمة البناء اللي فيها أو إصدار الرخص، يعني أنا ما بدي أعطي التشبيه إلا أقول إنه هذه لها مجال وهذه لها مجال أخرى، مجالات أخرى. هيئات المدن بتهتم فقط في مثلاً المحاور الرئيسية، في المشاريع النوعية، في التخطيط الاستراتيجي، ما بتدخل في تفاصيل المدينة الأخرى اللي هي طبعاً
بيكون مرجعها الأمان. لذلك هيئات المدن ما أصدرت قوانين تخص الأحياء السكنية، ما زال الموضوع يتبع لأمانات المدن. لكن هيئات المدن زي ما أنت الأمثلة اللي ضربتها لما يقول طريق الملك سلمان أحفظه أو درعية أو كذا، هذه خصصت لها أنظمة عالجت كثير من المستفيدين فيها. فإحنا نتمنى أن يكون العمل تكاملي، يعني ليش الأمانة ما تستفيد من الهيئات، وليش الهيئات ما تدعم الأمانة بخبرات وبأفكار جديدة. أنا أرى أن الأمور طبيعية تأخذ مجراها، تأخذ وقتها. التطور اللي حصل في دول الخليج 50 سنة الماضية لابد أنه يكون في قرارات، لأنه لو ما صار كذا كان يمكن كنا محل سر. كان لازم يكون العجلة تمشي بسرعة، والعجلة لما تمشي بسرعة لازم تطلع في أخطاء. والآن إحنا في مرحلة مراجعة، في مرحلة تطور، ولازم نراجع الأخطاء اللي صارت من ضمنها أنظمة البناء، ومن ضمن أنظمة البناء عشان ما نتشعب أكثر موضوع الارتدادات اللي إحنا في صدد نقاشه الآن. وبدأت فعلا، يعني بدأ الحركة، ومن مبادرتكم هذه بنقاشها واستضافة ما شاء الله أخوان من دول الخليج، هذه تعتبر يعني من ضمن الحركة اللي احنا سعداء بها، وإن شاء الله انها تصل إلى النتيجة. جميل جدا. طيب مهندس بشار، نعرف ان المعماريين حالمين شوي، خليني اجي عليكم شوي بما اني مخطط. هل لو كنت مواطن في، خلينا نقول في دولة البحرين، واشتريت قطعة ارض في دولة الكويت، واخذت مكتب هندسي في المملكة العربية السعودية، هل التركيبة هذه حتخرج يعني حتخرج شيء مختلف؟ شلون تخرج؟ أنا كمواطن مثلا بحريني حقول والله هذا نظام البناء في البحرين، وأحتاج أنكم تطبقونه لي في الكويت بمساعدة المكتب الهندسي اللي موجود في المملكة. فعليا ما شاء الله، يعني هذا مقترح، هذا عمل أو نطمح فيه. اليوم عندنا الآن عندنا مكان، يعني عندنا أعمال في كل الخليج. في فترة من الفترات المكتب الكويت، المشروع في الشارجة، سعوديين مهندسين شغالين معك أيام. الثلاثي هذا يصير، وأعتقد أنه يفترض اليوم، وهذا كان نقاشي مع أحد المهندسين، أنه اليوم المهندس او المعماري الخليجي يفترض انه يتعاون اكثر. يعني مثال لما بروح اوروبا ولا امريكا مفتوح الحدود، يعني اليوم انا اقدر انشئ مكتب اليوم في جده، ولا اقدر اسوي شيء بالمنامه، ولا والعكس صحيح. اعتقد التعاون هو الشيء الرئيسي بين المعماريين وبين المصممين عشان تطلع بالنتيجه اللي انت تفضلت فيها. تبادل الخبرات، لا تنسى اليوم الجيل الشباب هم المعماريين اللي ماسكين، هم الأصل. يعني هم صار ما شاء الله في جيل من الشباب السعوديين، البحرينيين، الكويتيين، الإماراتيين وغيره. في السابق كانت، يعني مع احترامنا لهم، كانوا الأجانب، بعدين يمكن خلينا نقول إخواننا العرب. اليوم إذا طلع لي أنا معماري من البيئة، وهذا أنا تركيزي مع المعماريين، هو اللي راح يحافظ على الهوية، وهو اللي راح يحس في المشاكل قاعد نتكلم عنها اليوم. هذه كلها مشاكل، يعني الحوار قاعد نتكلم عنه من 10 سنوات، مو أنا ويا الشباب اللي راح نتكلم، راح يكون واحد اسمه جورج يتكلم، في واحد اسمه جيمز يتكلم، بس مو إحنا، مو أهل البلد. إحنا اليوم قاعد نعاني، وإحنا اللي نبني حقنا وحق عيالنا. فأعتقد لما وجود سكني أنا بالكويت وشاري أرض بالرياض ومهندسيني من بحرين والعكس وغيره، هو اللي راح أعتقد يعطي دمج حق الخبرات هذه كلها والنتيجة أفضل. ولكن الفترة لحد إصدار رخصة البناء، ألا تظن أنها هتكون طويلة جدا؟ هل في تعقيدات في فهم هذه الأنظمة القائمة حاليا؟ لا ما أتوقع. إحنا يعني مثال، إحنا للأمانة على أرض الواقع كل دول الخليج عندنا مشروع فيها، ودرسنا كل الأنظمة تقريبا متشابهة، وكل ما شفنا، ما بقول لما شوف اشتراطات لتنظيم البناء
صراحة شيء يثبت صدري لما أشوف أنا منطقة منظمة في تاريخ والله مثل وادي حنيفة مثال تكلمت فضل فيه في الدرعية، منطقة لازم تكون بالتراث بالطريقة المعينة بالنقشات، إحنا قاعد نشتغل فيها اليوم، عندنا شغلة فيها إن شاء الله، فهذه شغلات إحنا نستفيد منها. الفترة لا والله الفترة ما أشوف فيها أي مشكلة من استخراج تراخيص ولا علوم، إحنا ما نشتغل بروحنا. واليوم أنت سؤالك، أنا ما أشتغل بروحي، أشتغل معاي مجموعة من الشباب المحليين، يعني مكتب إذا كان مصمم أو معماري من دولة، المعماري المحلي أو المكتب الترخيص يكون من الدولة نفسها، المدينة نفسها، فبالتالي يتعامل معاه ومع أنظمته وطريقته. كل مكان لا شيء راح يكون. جميل جدا مهندس بشار. مهندس حيدر، كلمة أخيرة ودك تقولها وحاسس إنه إحنا ما غطيناها في هذه الندوة. طبعا الله يسلمك، أول شيء أبي أتكلم عن الحلم اللي تكلمت عنه، أنا أعتقد أنه هو واقع حاليا، وإحنا فعليا نشتغل في أكثر من دولة في دول الخليج، يعني يمكن أبتديها من التاريخ وساحل نصف القمر في السعودية سواها مكتب بحريني، إلى المشاريع الأخرى، إلى الأفينيوز اللي في البحرين واللي هو نسخة مصغرة من الأفينيوز في الكويت. ففعليا في دول الخليج إحنا قاعدين نشتغل مع بعض كفريق واحد، وهذا الشيء مو بحلم، هذا واقع وحقيقة، ونتمنى يزيد التعاون أكثر عشان نستفيد من خبراتكم وتستفيدون من خبراتنا. أنا أعتقد الله يسلمك قانون البناء اللي موجود حاليا هو بلا شك قانون أفضل من عدم وجود قانون. العشوائية، إحنا بالنهاية نحتاج إلى مدن، نحتاج إلى مناطق مصممة بشكل صحيح جدا، ونتمنى من الجيل اللي بيعقبنا من مهندسين يقومون بالتصميم حسب قوانين محددة. أنا متأكد الكثير من اللي أطرحوا مداخلاتهم بخصوص خط الارتداد أو ارتداد البناء، وقاعد يعني يقولون أن في يعني شيء أكبر من اللي إحنا قلناه عن انتشار حريق. نعم، خط البناء والارتداد في الأساس هو المحافظة على خطوط البناء في جميع الأبنية اللي تبنى من يعني صدورها القرار إلى ما لا نهاية. سبب حفظ هذه الخطوط البناء لحفظ اللي هو الحق القانوني للجيران، ما روح أنا أبني بطريقة عشوائية وأذي اللي حوالي. لازم بخطوط البناء هذه مثل ما تفضل المهندس بشار أحافظ فيها على حق الشخص اللي يبي يمشي على رجلينه في الشارع، وحافظ على السيارة اللي تمشي في الشارع. ويمكن الحين دخلنا في يعني خلينا نقول لاير جديد، واللي هو البايسيكل والأشياء الجديدة. فكل هذه الارتدادات وخطوط البناء تحافظ على حق القانوني لجميع هذه الفئات اللي تكلمت عنهم. وجود هذه الممرات للمهندس نفسه، احنا كمعماريين او كمهندسين، هذه الارتدادات لوضع الشبكة البنية التحتية الداخلية إلى المباني، فبالتالي إذا صار ليكج أو صار تسرب أو صار أي شيء، أنا بإمكاني أسوي هذا أو أصلح هذا الخلل بأقل تكلفة، وبدون ما يعني الديفلوبر يدفع مبالغ كبيرة في الصيانة. الارتداد هذا نفسه، ومثل ما تفضل الأخ اللي شاركنا من البحرين، تفضل ان مساحات الاراضي في البحرين صغيره، يمكن عندكم في الكويت او في السعوديه مساحات اكبر، مساحاتنا صغيره، لذلك القوانين تعاونت مع الديفلوبر وخلوا فقط المباني الخدميه ملاصقه الى الجار بحدود معينه بنسب معينه، خلت المجلس ملاصق بنسبه 40% من الواجهه الاماميه للحفاظ على الهويه الخليجيه، ان احنا دائما عندنا مجالس في بيوتنا. فكل هذه القوانين نظمت حياتنا، وأتمنى من كل المهندسين والأجيال القادمة يعرفون أن هذه القوانين وضعت لسبب، يمكن في زمنهم القادم بتتغير الأسباب وبتراجع القوانين، لكن القوانين إلى حد اليوم اللي وضعت، ونتمنى أن يتم مراجعتها، ونتمنى أن يتم تطويرها للحفاظ على الحق القانوني والمعماري إلى جميع المستخدمين للأرض، سواء كانوا مشاة أو ساكنين أو مؤجرين إلى آخره. شكرا لك مهندس حيدر. في مداخلة من الدكتور طارق سجيني.
الأخوان في بوتقة. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بالخير، وما شاء الله ندوة يعني أثرية، وأشكر الأخوان في 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 العرض اللي قدموه والنقاش. بس أنا عندي نقطة يعني أعتقد إن ما تطرق للنقاش. القوانين أنظمة البناء هلين دحين إحنا ما ناقشنا إيش لها تأثير ثقافي، إيش بعدها الثقافي، هل هي نابعة من مجتمعنا ولا لا؟ هذه إشكالية كبيرة. عندنا أنظمة البناء ويبنوا زي ما شفنا في بعض الصور في البحرين هي كانت أو في الكويت، وعمل ساتر على الفيلا عشان الخصوصية. وهذا نفس الشيء عندنا في السعودية. كمان النقطة الثانية إنه تقسيمات الأراضي عندنا مبنية، الأرض ككوميديتي مبنية على تقسيم شبكي، والشبكي بطريقة بديائية جدا ما تطور التقسيم الشبكي زي ما تطور في الدول اللي نبع منها. فهذه إشكالية ثانية. صح الأنظمة مهمة، ما حد يقدر يبني بدون نظام، بس لازم تكون الأنظمة نابعة من المجتمع واحتياج المجتمع. هذا لين دحين ما حد اتطرق لها في النقاش، أو ما مر علي في القراءات اللي قرأتها عن تأثير أنظمة البناء المستوردة. فما بدي أطول في الموضوع، أنه الندوة على نهايتها، بس هذه يا ليت نجيبها في ندوة تانية على هذا التأثير. شكرا. جميل، شكرا لك دكتور طارق. مهندس بشار، يبدو لي أنا من الفيديو أنه أنت عندك الرد. والله ما عندي رد، هو رد ما شاء الله عليه دكتور، شاكر لك، سؤالك جدا جميل، يحتاج لندوة ومحاضرة أخرى. وهو فعليا مجتمعاتنا تختلف عن مجتمعات، كل مجتمع يختلف. الأوروبيين يختلفون عن الأمريكان، الأمريكان يختلفون عن الصينيين، وهكذا. إحنا قوانيننا لازم تنبع من المجتمع، لازم تكون عندنا مسؤولية مجتمعية. يعني لما تروح حق الوحدة، وأنا فاهم قصده، شنو مسؤوليتنا تجاه الشارع؟ شنو مسؤوليتنا تجاه المدينة؟ أنا بس تعقيب واحد، ودكتور يمكن راح يعجبه الكلام. قريت مقالة في الجارديان، جريدة الدولة البريطانية، يقول مأساة المدينة العربية تبدأ لأن الناس عندها البيت، هو حد البيت مسؤوليتي، ما بعد السور فهو الدولة، فهو الخارج، فما عندي أي مشكلة في إن أقط وقمامة وغيره، تكرم الأمور اللي ما همني فيها. ما عندنا اهتمام بالحي، ما عندنا اهتمام بالمدينة، اهتمامنا بل كاد يكون بس داخل السور. هذه مشكلة مجتمعية. إذا أنا اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصي على سابع جار، ما همني الجار إن أنا أروح أشوف حديقته ولا أشوف مواقف سياراته، ولا هو أغرني لما حط لي الأغراض عنده ولا النفايات عند البيت. هذه مشكلة مجتمعاتنا فيها، عندنا توصيات لكن ما قاعد أمشي عليها، مفككة بس مترابطة، عندنا أسر ممتدة بس عندنا أحياء متفككة. لاحظت شلون دكتور، ترى موضوعك كبير وأثارني للأمانة، أنه فعلا يحتاج له ساعات للبحث عشان توجد له خطة. ما هو مستورد قد لا يتناسب معنا، بس اليوم متفائل أنه في عندنا أيدي إن شاء الله خليجية قد تطور هذا الموضوع إلى الأفضل بشيء يتناسب مع المجتمع. شكرا لك. شكرا لك دكتور طارق. أنا أقترح على الزملاء في مؤسسة بوتقة أنه تكون عنوان الندوة القادمة عن ثقافة المدينة العربية وتأثيراتها. حقيقة أنا كنت سعيد في إدارة هذه الندوة الأولى، وشرفوني الأخوان في بوتقة بإدارتها، ولولا الأخطاء التقنية اللي حدثت لكان استطعت أن التواصل عن طريق الفيديو معكم وتعرفت عليكم. سعدت كثير بمعرفتكم وبتحدث معكم في هذه الندوة، مهندس بشار، مهندس حيدر، مهندس عاصم. أتمنى أنه أكون بالنسبة للحضور نقلت أسئلتهم ومداخلاتهم لضيوف الندوة، وأتمنى كذلك أنه أثرت شجون الأخوة في الضيوف في استفسارات ممكن تكون بدائية أو بديهية، ولكن تحتاج تفكير شوي منا، أنه هل هذا الشيء اللي حصل من باب
يعني من باب حدوثه كفطرة أو من باب حدوثه كتوجيه للمدينة العربية أو مدنة الخليج. أشكر لكم جميعا حضوركم لهذه الندوة الأولى. وبالنسبة لي أنا يعني انتهيت الأخوان في بوتقة، لو تتفضلون. شكرا لك مهندس أيمن على إدارة هذا الحوار، وكذلك الشكر موصول لضيوفنا الأعزاء الذين أثروا صراحة عنوان الندوة لهذه الليلة. سنعمل بمشيئة الله في بوتقة على تلخيص كلما تم حواره ومناقشته في هذه الندوة إن شاء الله بإذن الله، وسيتم إن شاء الله بإذن الله تزويدكم بنسخ من هذه المقالات. أعتقد في تعليق بسيط من أخوي محمد قبل أن نختم، إذا تسمحوا لي بس نأخذه. زميلي محمد شقرون تفضل. مهندس محمد السلام عليكم. الله يعطيكم العافية، ما في شيء نضيفه بعد كل الكلام اللي قالوا الضيوف. الله يعطيكم العافية، كان حوار جدا رائع، وشكرا للأخ أيمن على الإدارة. الشيء الأخير اللي يمكن أقول أنه نخدم فيه بعد هذه الأيام اللي عدت علينا 6 أشهر الماضية ولا أكثر، اللي هي حقت كورونا وبكابتها اللي جات، كنا نفكر في موضوع الارتدادات والفناء الداخلي كشيء من الرفاهية ونوع من النقاشات المعمارية، لكن بعد الأشهر اللي عدت أتوقع أنه لازم نفكر فيه بجدية. لما قعدنا في بيوتنا وانحجزنا في المساحة الضيقة هذه، 2 متر اللي موجودة حوالينا البيت، ما حققت لنا أي شيء من الواحد ينتظره من المساحة الخارجية. كانت مساحة ضائعة ما لها أي قيمة، خاصة في الشقق السكنية اللي موجودة عندنا، إلا ما فيها أي مكان الواحد يقدر إنه يتنفس هوا فيه. فأنا أشوف إنه لازم يعاد التفكير في الموضوع هذا، ليس كنوع من الرفاهية لكن هو صار شيء أكبر. الارتداد الأمامي إحنا معاه، كل الأغلبية اللي تكلموا أو الكل اللي تكلموا كانوا مؤيدين له. كان الاختلاف اللي كان موجود في الندوة كله على الارتداد الخلفي والجانبين والتطبيقات اللي موجودة، اللي صارت البيوت اللي صارت بأفنية داخلية مقارنة بالموجودة اللي فيها ارتدادات جانبية. أتوقع الأشياء اللي كانت فيها أفنية داخلية السكان حياتهم فيها كانت أفضل، والفيدباك حقتهم كانت أفضل، وفي كتب كثيرة تكلمت عن هذا الموضوع من ضمنها كتاب الدكتور مجدي حريري. وهذا الشيء أتوقع الدكتور طارق قبل كده تكلم في ذا الموضوع، اللي المفروض أننا ندرسه، نشوف التجربة الحقيقية وردة فعل السكان بعيدا عن آرائنا كمعماريين. شكرا لكم جميعا. شكرا لكافة الزملاء الضيوف الأعزاء، وكذلك الشكر موصول كذلك لي الأخوة والأخوات الحضور الذين أثاروا كذلك النقاش في مشاركاتهم ومداخلاتهم في هذه الأمسية. نشكر حضوركم ونتطلع إن شاء الله بإذن الله للقائكم عن قريب. هذه المحاضرة مسجلة بإذن الله وسيتم رفعها على قناة بوتقة في اليوتيوب بعد نهاية البث مباشرة. شكرا لكم ونلتقي بإذن الله في الندوة القادمة. تصبحون على خير. شكرا جزيلا. شكرا للجميع. شكرا لكم.